إيران الآن جادة في مسألة توجيه ضربات لهذه الأطراف الإيرانية المعارضة، الأمر كان واضحا، تصريحات رسمية من وزارة الخارجية الإيرانية، لا سؤال ولا يعني غبار على هذه المسألة، غير قابلة للتغيير. يعني ألا ترى بأن هذا الأمر سيحرج حكومة السوداني ليس فقط على المستوى الداخلي، ولكن أيضا ممكن يحرجها مع تركيا ومع الطرف التركي؟ تركيا ستقول ماذا عن حزب العمال؟ يعني ألا ترى الأمر هنا إيران لن تخدم حكومة السوداني التي تعتبر حكومة يعني جيدة قريبة منهم؟ أنا اللي تحدثت به ما أقول أنه إيران ما راح تقوم بالقصف، لكن طبيعة القصف وهذا السؤال، هل هو لتحقيق أهداف عسكرية كما يريد النظام في إيران، أو لتحقيق ضغوط سياسية منها على إقليم كردستان، تحديدا على حكومة يعني أربيل، هل هكذا نتحدث على البارتي؟ وبالتالي هذا ممكن أن يجعل البارتي أن يكون يذهب باتجاهها، لأنه الآن أكو شكوك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية عمقت طبيعة العلاقة مع الإقليم، أقول بشكل مباشر مع حزب البارتي اللي يقوده السيد البرزاني، هذا واضح، وخصوصا في هذه اللحظة هي تريد إيران. الآن إيران تحولت الحقيقة من فرض الشروط إلى تقليل الخسائر، وليست هي فقط، وكل الأطراف بما فيها تركيا. ولذلك لاحظ الموقف التركي بما يحصل كان في سوريا تبدل الآن بدأ شيئا فشيئا يتعاون مع التحالف الدولي، مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أيضا شاعرة بهذه الخسارة السياسية، أنه هي ليست في ذاك الموقف الذي تملي عليه الشروط، وبالتالي حتى حكومة بغداد تعرف إيران أن هذه الحكومة المصنعة في طهران، وهذا ليس اتهام، ما عاد تخدمها، حكومة ضعيفة، علاقاتها الداخلية أقصد هنا، ولاحظ ما حصل في كركوك، ولاحظ قد ياخذ يعني التحالف الكردستاني ياخذ موقفا يعني شديدا، قد لا يبقي لا قد ينسحب من هذه الحكومه. وتعرف الطرف السني ايضا صحيح بتمثيله الضعيف، لكن ايضا يشكو من عدم تنفيذ الاتفاق. الاتراك عندما زار وزير خارجيه تركيا بغداد طلب مطلب واضح وبسيط، انه اذا ما تقدرون تخرجوهم، هو يعرف يعني الاتراك يعرفوا انه البيكك الموجود في سنجار تحديدا مدعوم من قبل احدى فصائل الميليشيات اللي تابعه للحشد، وهذا بامر ايراني، وانا لا اخجل من قول ذلك، انه هذا البي كي كي هو مرتبط بمنظمه بدر، ياخذ المرتبات وفقا للي تقوم به يعني دفع هذه المرتبات هي هيئه الحشد، وتركيا طبعا كدوله عندها مخابرات قويه تعرف ذلك، وهذا غير خافي، وهذا منشور في الصحف. ولذلك الاتراك يعرفوا، شوف المطلب التركي لانه نوع من العقلانيه، يعرف هاي الحكومه ضعيفه وقواتها الأمنية غير جاهزة وغير مهيئة، وما عندها رغبة سياسية بإخراج البيكك من سنجار، قالوا على الأقل لا اعترفوا، جنابك سمعت هذا، بأنه هذه المنظمة إرهابية، وظلت الحكومة في حرج الآن لأنه تنتظر الموافقة الإيرانية. ولذلك أعتقد في قادم الأيام قد يحصل تعاون، إذا ما تعرضت هذه المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة قد يحصل حتى تعاون دولي مع هذه المنظمة، اللي هو الآن طبعا ماكو أي تعاون دولي، مجرد اتهامات أنه إسرائيل تجهزهم كذا. نعم هذه المجموعات الكردية ما عندها أي دعم دولي كما يحصل مثلا مع البيكيكي، إيران تدعمهم، النظام في سوريا يدعمهم، تعرف جنابك، والروس كذلك أيضا من خلال حليفيه النظام السوري والإيراني يدعمهم. المعارضة الكردية الإيرانية الحقيقة ما عندها هذا الدعم وغير متوفر، فيما إذا أرادت إيران أن تلعب بهذه الورقة الإقليمية بالتأكيد هناك عوامل دولية أخرى سوف تدخل، ليس إيران ليست هي اللاعب الوحيد في المنطقة. ولذلك ننتظر مسألتين أنت أشرت لها جنابك، أولا هل سوف تترك الولايات المتحدة الأمريكية إقليم كردستان يتعرض إلى هذه الضغوط وإلى هذه الضربات إذا ما حصلت؟